أنتصر، هل تعلم كيف أستطيع أن أعرف إن كان صديقي قد استلم بريدي الإلكتروني؟ لم أتلقى منه أي رد حتى الآن. بصراحة لا، لا أعلم. ها هو الأستاذ قادم، فلنسأله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل من مشكلة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ. أريد أن أعرف إذا كان صديقي قد استلم رسالتي الإلكترونية. دعني أنظر، ألم تتلقى تقرير تسليم عبر بروتوكول الاتصال؟ ما هو بروتوكول الاتصال يا أستاذ؟ لكي تتمكن الحواسيب من الاتصال مع بعضها البعض، تم ابتكار طرق أساسية لنقل المعلومات ومعالجتها، يطلق عليها اسم بروتوكولات الاتصال. ما المقصود بها؟ حسناً، بروتوكول الاتصال هو نظام رقمي يتضمن قواعد لتبادل الرسائل لضمان وصولها بالشكل الصحيح، حيث يتم تقسيم البيانات إلى حزم يحدد فيها الجهاز المرسل والمستقبل، بحيث يتم إرسال تأكيد إلى المرسل عند استلام الحزمة من قبل المستقبل، وعند فقدان الحزمة تتم إعادة الإرسال من جديد، وبذلك نحد من عمليات إعادة الإرسال غير الضرورية. مما تتكون هذه الحزم يا أستاذ؟ كل حزمة تتكون من ثلاثة أجزاء، هي أولاً رأس الحزمة الهيدر، ويحتوي على عنوان المرسل وعنوان المستقبل، ويحتوي أيضاً على بروتوكول الاتصال المستخدم ورقم الحزمة. ثانياً جسم الحزمة payload، ويحتوي على المعلومات التي يتم إرسالها. ثالثاً ذيل الحزمة trailer، ووظيفته إخبار المستقبل بأنه قد تم الوصول إلى نهاية الحزمة. يبدو أن ذيل الحزمة لم يجد طريقه إلي بعد. انتظر انتظر، يبدو أن صديقك قد استلم رسالتك، لأنني أرى ردا منه هنا. أرسل له تحياتنا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلمنا اليوم أن بروتوكول الاتصال هو نظام رقمي يتضمن قواعد لتبادل الرسائل لضمان وصولها بالشكل الصحيح. يتم تقسيم المعلومات إلى حزم يحدد فيها الجهاز المرسل والمستقبل. كل حزمة تتكون من ثلاثة أجزاء، هي رأس الحزمة، جسم الحزمة، ذيل الحزمة. حافظوا على حماسكم من أجل المزيد من المعرفة في عالم الحاسوب في الدروس القادمة. إلى اللقاء.